بنروح للأخبار المحلية. وجمعية الأرمان بتستعد لاستقبال عيد الأضحى المبارك بوضع خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع 1.5 مليون كيلو من اللحوم المستوردة أو البلدية لعام 2022 لغير القادرين في قرى الجمهورية ونجوحها ومدنها، خاصة القرى الأكثر احتياجا أو المناطق النائية والحدودية في العديد من محافظات الجمهورية. طبعا ده لاستقبال موسم عيد الأضحى المبارك. كل عام وحضراتكم بخير. لمزيد من التفاصيل بينضم إلينا هاتفيا اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأرمان. بنرحب بحضرتك يا فندم وصباح الخير. صباح الخير بحضرتك وصباح الخير على أهل مصر الطيبين في كل مصر إن شاء الله. إن شاء الله كل عام طبعا وحضراتكم بخير. وعايزين نتعرف من حضرتك خطة طبعا العمل للجمعية جمعية الأرمان عشان توزع لحوم أضاحي لغير القادرين وأهم المحافظات المستهدفة. يمكن أنا قلت في الخبر القرى الأكثر احتياجا، إيه هي أهم القرى أو موجودة في أهم المحافظات اللي محتاجة توزيع هذه اللحوم؟ إن شاء الله طبعا الأرمان ومعها فعلا التحالف الوطني للعمل التنموي الأهلي وكل جمعيات مصر، إحنا الأرمان بنستعد بحوالي أكثر من 1.5 مليون كيلوغرام لحوم، بس ثلاث مصادر رئيسية عشان أكون دقيق مع سيادتك. إن شاء الله في جميع مجازر الجمهورية بنشكر وزارة الزراعة مديهانا مجانا تماما في الأربع أيام، أول يوم وثاني يوم وثالث يوم ورابع اللي هي أيام التشريق. من بعد إن شاء الله العيد حتى عصر اليوم الرابع هيتم ذبح أكثر من 1000 رأس حية في هذه المحافظات، يعني بتندبح وبتتوزع في نفس التوقيت بتاع الذبح والتوزيع. إن شاء الله في جميع المحافظات من أسوان لمرسى مطروح حلايا بوشلاتين، يعني في الوادي الجديد، في كل أنحاء مصر. نعم. لكن بيبقى طبعا في اولويات او حسب الترتيب الاكثر احتياجا زي ما احنا بنقول. طبعا كلام سيادتك مظبوط. الترتيب يعني ممكن انا ابدأ مثلا هنا 100 راس وهنا 60 راس و80 راس طبقا لخريطه الاسره الاولى بالرعايه او الاكثر احتياجا. نعم. طبعا مع القرى بالكامل. نعم. واحنا بنتعاون مع اكثر من 6000 جمعيه صغيره في هذه القرى. نعم. ثم الحاجه الثانيه بنذبح ما يقرب برضه من نفس العدد في مجازر القوات المسلحه بتوزع بعد العيد. عشان دي بتتذبح وبتتجمد وتوزع بعد العيد. نعم. ان شاء الله. طيب. بنفس التوقيت. اتفضل حضرتك. طيب التنسيق والتعاون مع الجمعيات الاهليه الصغيره ومديريات التضامن ده بيكون ازاي وبيتم ازاي؟ الاسئله وزير التضامن الاجتماعي بتعمل كل اسبوع يمكن اجتماع دقيق جدا، وطبعا مع التحالف الوطني للعمل التنموي الاهلي اللي فيه اكبر من 23 جمعيه. ما بنعمل هذا الموضوع بيتم، انا هذبح في انهي قريه امتى او في انهي مركز، والجمعيه دي بتذبح في انهي مركز، بحيث ان مفيش ازدواجيه الاستفاده، وفي نفس التوقيت بنتاكد ان المستفيد هو فينا المستحق لهذا الاستفاده. نعم. ده بيتم عن طريق مديريات التضامن الاجتماعي في جميع المحافظات، وبرضه عشان اكون دقيق بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي والمحليات والمحافظات وساده المحافظين شخصيا كمان. فهذه كل ده بنجتمع، وبقالنا حوالي شهر بنجتمع بنعمل الخطط، وبنعمل الخطط دقيقه جدا، وبنبعت للتضامن الاجتماعي وبنبعت للجمعيات بتجيب لنا اسماء للمستحقين من هذه الاستفاده. طيب نفس التوقيت بينذبح. اتفضل. لا اتفضل يا فندم كمل. اتفضل. في نفس التوقيت عشان اكون بينذبح اكثر من 4000 عجل بقري، بس دي مستورده عشان طبعا الحفاظ على الثروه الحيوانيه اللي موجوده. طبعا في ايام العيد ودي برضو بتتذبح وبتجمد وبتيجي مصر باذن الله وتوزع برضو على جميع المحافظات. برضو بنفس التطبيق دوت بنفس الدقه دي. نعم. انا ده كان سؤالي ان شاء الله عشان نطمن على كمان اللي جايين من الخارج. احنا بنشكرك على التوضيح ده اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعيه الارمان. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.